أنا بريك المري لكي يوافيكم في ما يحدث وما يجري في مجريات الشوط الثاني عشر للقاية لأشواطنا المفتوحة. شكرا لحمد بن حمد الزعبي وشكرا لجميع الزملاء المتواصلين في هذا الصباح. الشوط الحادي عشر لقاية بكار ينتظر الانطلاق. أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء، كما تشاهدون على شاشة التلفزيون يستعد للانطلاقة وأشواطنا في هذا اليوم البارد نوعا ما، وهذا اليوم الجميل وهذا اليوم الممتاز يستعد للانطلاقة. نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين وأصحاب السمو الشيوخ المشاركين في هذا الشوط أو أبناء القبائل كذلك اللي يشاركون في هذه الأشواط المفتوحة. والفترة المسائية إن شاء الله ستحمل أبناء القبائل منافسات أبناء القبائل إن شاء الله سيكون هناك في الفترة المسائية 17 شوط. أتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين الذين يعدون العدة لهذه المشاركات. أما في هذه اللحظات كما تشاهدون الشوط الحادي عشر للقاية البكار، هناك أسماء كثيرة تنتظر الانطلاقة ونتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين. وملاك الهجن لسه لمدة ما يقارب الأسبوع كنا مع المهرجان الغالي على قلوبنا، مهرجان سمو سيدي ولي العهد الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، ويستعدون بعد هذا السباق المحلي الخامس للمشاركات الخارجية هناك في عاصمة الميادين الوذبة أو هناك في المرموم أو في ميدان الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ذرى في مدينة النعيرية في المملكة العربية السعودية أو في مدينة الكويت. إذن هذا الموسم جميل لملاك الهجن، نتمنى لهم التوفيق والنجاح والسداد. وفاصل حتى ينطلق هذا الشوط، فاصل ثم نواصل إن شاء الله مع انطلاقة الشوط القادم، فابقوا معنا مشاهدينا الأعزاء. إذن أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، كما شاهدتم على شاشة التلفزيون انطلق الشوط الحادي عشر للقاية البكار والشوط الثاني عشر انطلق قبل لحظة، وانطلقت شعارات أبناء القبائل أصحاب السمو الشيوخ واللي في مقدمة الشوط في هذه اللحظات. نحاول نلحق بمقدمة الشوط. أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء انطلق هذا الشوط الثاني عشر وليس الحادي عشر، الشوط الثاني عشر كما تشاهدون على شاشة التلفزيون للقاية البكار في هذا اليوم الخامس من فبراير لعام 2010، والمسافة هي 5 كيلومترات واتضحت الرؤية في هذه اللحظات واتضحت الأمور. إذن اللي تقود المسيرة في هذا الشوط أيها الأخوة بنت صوغان، وتعود ملكية بنت صوغان لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوب، ويقودها في التضمير الشيبة محمد بن الشيبة السبوسي، ولكن انخطفت مقدمة الشوط، انخطفت المقدمة أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء مع شقرة، وتعود ملكية شقرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ويقودها المحترف يقودها فهد بن سيف البوسعيد الخيارين في التضمير. ولكن عادت مرة أخرى بنت صوغان، السلالة الصوغانية تعود مرة أخرى وتحتل مقدمة الشوط، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات ينخطف من قبل شقرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ولكن دخول اللي غيرت على ثاني المراكز هناك مصيحة لسعيد بن عبد الله الرومي، والمركز الرابع مصيحة لخالد بن سند المسيفري، وخامس المراكز أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات هملولة لعبد الله بن تركي الكتبي، وأول نداء نداءنا الأول أكملناه كاملا مكمل على مسامعكم أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. ونعود بكم إلى مقدمة الشوط وإلى بنت صوغان. إذن سلالة صوغانية تقود هذا الشوط رغم حالة الطقس، رغم الظروف المناخية الغير مناسبة أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء، نواجه رياح ربما تؤثر على التوقيت الزمني، ولكن يبقى هناك العرض
ويبقى هناك الأداء اللي يحكم على انطلاقة هذه الأشواط. إذن بنت صوغان، إذن أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء، بنت صوغان وتعود ملكية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تسيطر في هذه اللحظات على المقدمة، ولكن اللي قادمة ورافعه راية التهديد الخوف على بنت صوغان من قبل مصيحة لسعيد بن عبد الله الرومي اللي رافع راية التهديد في ثاني المراكز ومندفع اندفاعة ممتازة، ونقلتنا أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء على ثالث المراكز لأرى وأشاهد هملولة لعبد الله بن تركي الكتبي اللي تسيطر في هذه اللحظات على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع وانتصفت المسافة الخمسة كيلومترات أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء يتبقى منها 2500 متر، وأرى اللي في ثالث في رابع المراكز هذه اللحظات الشايبة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، وظافر بن راشد يقودها في التضمير، ولكن خطف المركز الرابع من قبل فزعة لمنصور بن عبد الله الكعبي. وهذا نداءنا الأول أو الثاني أكملناه كاملا على مسامعكم، وأشوف أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء الوارية تشق طريقها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وتحت الخامس المراكز. ونعود أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء، نعود إلى مقدمة الشوط وإلى بنت صوغان اللي مسيطرة في هذه اللحظات على المقدمة وعلى زمام الأمور، وهناك أسماء أنتظروها في الكيلومتر الأخير، لم يحن موعد دخولها حتى هذه اللحظات، ولكن بنت صوغان أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء تسيطر في هذه اللحظات على مقدمة الشوط وعلى زمام الأمور وعلى المركز الأول بشعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومحمد بن الشيب السبوسي يقودها في التضمير. إذن الشيب السبوسي يقودها في هذا الشوط وفي هو اللي يقوم بعنايتها، نتمنى لكم التوفيق جميعا أيها الأخوة المشاركين. والمركز الثاني مصيحة لسعيد بن عبد الله الرومي، وأيضا أرى التسلل أول نداء للضبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وفهد بن حصين النعيم يقودها في التضمير. المركز الرابع ودخول على رابع المراكز من قبل الوارية، الله يا الوارية لسمو لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وخلوا بالكم على الوارية وانتظروا مفاجآت الوارية اللي تتسلل بهذه اللحظات إلى المقدمة وخطفت مقدمة الشوط، ويبدو أنها طارت بالمقدمة وخطفتها بقيادة سالم بن فاران المر الذهبي اللي حقق في صباح هذا اليوم ثلاث نقاط ويسعى إلى الرابعة. ولكن المركز الثاني تتراجع بنت صوغان لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويضمرها محمد بن الشيبة السبوسي، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات احتياط هو المركز الثالث الضبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وفهد بن حصين النعيمي يقودها في التضمير. إذن المركز الرابع ودخول من قبل احتياط وأول نداء الاحتياط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وسالم بن فاران يقودها في عملية التضمير ولوحة الكيلومتر الأخير والخطير. نشارف أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء على لوحة الكيلومتر الأخير الوارية، ومتى ستتوارى الوارية عن الأنظار، متى ستتقدم الوارية وتتوارى عن الأنظار وعن المشاركين. واحتياط خويتها في ثالث المراكز وقادمة لتنضم، الله يا سلام انطلقت أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء الوارية، يا سلام يا سلام الوارية انطلقت أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء، يا سلام بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، يوم لاحت لها المنصة الرئيسية وخط النهاية، الله الله. المركز الثاني أيضا نفس الشعار ونفس المضمر احتياط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وأيضا منها سالم بن فاران. المركز الثالث الضبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، ونعود أيها الأخوة إلى الوارية، وتوارت الوارية عن الأنظار. أشكرك يا سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني على امتلاك هذه الهجن وعلى نوعية الهجن الممتازة، والشكر بطبيعة الحال موصول إلى سالم بن فاران اللي نتمنى أن يعطينا عرض ويتلاحق التيم في هذا الشوط، لأن التوقيت الزمني ممتاز حتى هذه اللحظات. 300 متر الأخيرة والوارية تسيطر أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني
على ناموس هذا الشوط، والناموس السابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني تحققه الوارية على التوالي. تهانينا والف مبروك لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، تزف التهاني وتذهب إلى عزبة سموه، وكذلك النقطة السابعة على التوالي وإلى سالم بن فران، والنقطة الرابعة في صباح هذا اليوم. تهانينا والتهاني موصولة إلى محبين هذا الشعار ومشجعينا وإلى سالم بن فران بطبيعة الحال المركز الثاني أيضا. إذا سيطرة لشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على المركزين الأول والثاني، الثاني احتياط، الثالث المركز الثالث أصبح من نصيب الرباعة لجابر بن علي المري، ورابع المراكز المركز الرابع الضبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمركز الخامس الجازي لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. تهانينا وألف مبروك لجميع الأخوة الفائزين في العشر المراكز الأولى، حظا أوفر لمن لم يحالف الحظ. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، هذه هي لحظات الوارية. أشكرك يا مضمر الوارية على هذا الأداء الأكثر من رائع، قطعت مسافة 5 كيلومترات في 8 دقائق 4 ثواني و16 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتهاني بدورها موصولة إلى المضمر الذهبي سالم بن فران المري، أيضا المركز الثاني لنفس الشعار ونفس المضمر. وصلت احتياط في ثاني المراكز، ننتظر لحظات وصولها كما تشاهدون. وصلت احتياط في ثاني المراكز وقطعت المسافة في 8 دقائق 10 ثواني و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وأيضا التهاني بدورها إلى سالم بن فران المري الذهبي. نهنيك على فوز الأول.